السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن الحالة الأمنية في تعز وأبعاد مشكلة نهب كابلات الاتصالات في المحافظة. قال سكان محليون في تعز إن عصابات مسلحة نفذت خلال أقل من أسبوع عمليات نهب لكابلات الاتصالات، كما نهبت بطاريات كهربائية خاصة لتقوية شركة الاتصالات يمن موبايل، الأمر الذي تسبب في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في أغلب أحياء مدينة تعز. إلى ذلك وجه محافظ تعز أمين محمود الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجناة الذين قاموا بنهب كابلات الإنترنت في المدينة وإحالتهم للنيابة. محافظ تعز بدوره أيضا قال إن يد القانون ستطال كل العابثين وستلاحقهم ولن تسمح بتمدد عبثهم الذي ضاعف من معاناة المحافظة جراء حرب الميليشيا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: تبعات قيام العصابات المسلحة بنهب كابلات الاتصالات، وإلى أين يتجه المشهد في تعز المتراكمة ملفاتها الأمنية والسياسية. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. في مدينة لم يكتب لها أن تتعافى أو تخرج من دائرة المعاناة الطويلة، تعود تعز لتعيش مأساتها من جديد. فلا تتوقف معاناتها عند حصار وقصف الميليشيا، بل كتب عليها أيضا أن تظل في حلقة إهمال مفرغة لا يتحسن وضعها ولا يتغير، إنما ينحدر من سيء إلى أسوأ. هذا ما يقول المتابعون ويتحدث عنه الناشطون في مختلف أرجاء المدينة التي نكبت بفعل الحرب. حصار مستمر ووضع أمني متردد وملفات خدمية شائكة، جميعها فاقمت من المعاناة الإنسانية وتسببت في خلق حالة الفوضى التي تعيشها المدينة منذ 3 سنوات. في الجديد تسبب تزايد عمليات نهب كابلات الاتصالات الأرضية وبطاريات تقوية شركات الهاتف المحمول في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في أغلب أحياء مدينة تعز. سكان في المدينة قالوا إن عصابات مسلحة نفذت خلال أقل من أسبوع عمليات نهب عديدة لكابلات الاتصالات المدفونة تحت الأرض. نهب الكابلات وإن كانت في صورتها العامة عمليات منظمة نتيجة لحالة الفوضى في المدينة، غير أن أبعادها في نظر مراقبين تهدف لقطع تعز عن العالم الخارجي ونقل صورة مغايرة عنها، بالإضافة إلى هدم البنية التحتية لمؤسسة الاتصالات. وعلى الرغم من توجيه المحافظ الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجناه الذين قاموا بهذه الأفعال وإحالتهم للنيابة، غير أن الوضع في المدينة لا يزال كما هو عليه أمام خوف مجتمعي من تزايد تلك العمليات وتدهور الوضع أكثر، فالمدينة المحاصرة من قبل الميليشيا لا تحتمل حصارا وعزلة من نوع آخر. ملفات متراكمة عديدة تقف أمام إدارة المحافظة في تعز، فإضافة إلى تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي الذي أوقف ملامح الحياة، لا تزال مشكلة الانقسام داخل المكونات المساندة للشرعية وضعف الأجهزة والمؤسسات الحكومية يمثل صعوبة وتحديا آخر أمام المحافظة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الصحفي أحمد الصهيبي من تعز. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم أستاذ بشير ومشاهدي قناة القيس. أهلا بك أستاذ أحمد. شكل جديد من أشكال النهب هذه المرة في تعز، ولكن في الاتصالات وقطع كابلات الانترنت، إلى أين تتجه الأوضاع في تعز بهذه الصورة؟ يعني كانت في السابق نهب للمحلات لبعض المؤسسات الأمنية وأيضا مؤسسات الدولة، الآن انتقل إلى الكابلات وقطع الانترنت كامل على بعض الأحياء في تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما الحروب في أي دولة ترافق عمليات فوضى وشقواء العصابات المسلحة وزيادة نشاطها في المدن التي تشهد انفلاتا أمنيا كبيرا. نحن نتحدث اليوم عن ظاهرة جديدة ظهرت في مدينة تعز نتيجة قيام عصابات مسلحة بفصل سلاك شبكات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة وبعض تلك العصابات تقوم بنهب الأسلاك وبيعها في السوق السوداء. لكن السبب الرئيسي الذي نقول انه وراء هذه الظاهره هو ان الاجهزه الامنيه لا تقوم بشكلها المطلوب الذي ينبغي عليها ان تقوم به. بعد توجيهات محافظ تعز وبعد توجيهات مدير امن تعز الجديد، لكن لم نلمس شيء من هذه التوجيهات حتى الان
معظم احياء ومناطق مدينه تعز فصلت تماما عن العالم الخارجي، قطعت شبكه الانترنت في الكثير من الاحياء، ايضا شبكات الاتصالات و غير متوفره حتى اللحظه. على هذا لكن نحن نفسر هذه الظاهره بشيئين، اما ان هذه الاصابات تسرق لاجل السرقه والفيد، او وهو الشيء الارجح الذي اعتقده انا شخصيا، وهو ان هناك عمليات منظمه تستهدف مدينه تعز وعزلها عن العالم الخارجي، مما يسهل لعصابات اخرى ايضا القيام بانشطتها بعيدا عن مطالبات العالم الخارجي او بعيدا عن بعيدا عن اعينه. طيب احمد، الان الانترنت في العديد من الاحياء في تعز لا زال الان منقطع تماما ام حلت هذه الاشكاليه؟ بعض الاحياء شهدت تحسن نسبي في عوده شبكه الانترنت، وبعض هذه الاحياء لا تزال حتى اللحظه. بالامس قطعت ثلاثه اسلاك اتصالات وانترنت وسط مدينه تعز، قطعت الخدمات عن معظم هذه الاحياء. في بعض الاحياء مثلا في شمال المدينه كان هناك يتم سرقه قطع هذه الاسلاك وسرقتها وبيعها في السوق السوداء، لكن الظاهره التي بدات في الثلاثه او الاربعه الايام الاخيره يتم قطع هذه الاسلاك واطلاق النيران على بطاريات المنتجات وايقافها عن العمل. طيب هذه الان هذا النهب وهذا القطع واستهداف يعني قطع ونهب كابلات الانترنت، هل هو في المناطق الخاضعه لسيطره المقاومه الشعبيه ام في المناطق التي تخضع لسيطره ميليشيا الحوثي؟ لا بالتاكيد هي في وسط المدينه، في المناطق التي تخضع لسيطره الحكومه الشرعيه. اما مناطق سيطره المسلحين الحوثيين فاصبح يسيطرون على بعض المناطق في شرق مدينة تعز وأهمها منطقة الحوضان فقط. هذه المناطق كلها في وسط مناطق شرعية. نحن ما نقول بعد تعيين محافظ جديد لهذه المحافظة بالإضافة إلى مدير شرطة جديد. بعد توجيهاتهم هذه نطالبهم بالقيام بخطوات عملية والتوجيه للأجهزة الأمنية بحماية هذه البطاريات وحماية المولدات والكبائن، بالإضافة إلى البحث عن هذه الإصابات ومطاردتها والقبض عليها والتحقيق معها، هل ما تقوم به بدوافع فردية أم أن هناك جهات أخرى وقوية تقف خلفها؟ نعم. طيب ابقى معي أستاذ أحمد ونشرك معنا في الحديث من تعز وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد عبد الكريم الصبري. مرحبا بك سيادة العميد. اللواء عفوا، سيادة اللواء مرحبا بك. حياك اخي. اهلا سيادة اللواء، حالة النهب والسلب المستمرة في تعز والوضع الامني الصعب هذه المرة انتقل وتطور بشكل خطير جدا، وهي استهداف كابلات الانترنت ربما في خطوة منها لعزل تعز عن العالم بشكل كبير، ما الذي يحدث؟ والله اخي الذي يحدث هناك بعض العناصر الشاذة الخارجية عن القانون تسعى إلى قيام بأعمال تخريبية، قد يكون وراها لها دوافع من جهات خارجية. نحن نعيش في حرب يعني، وهذه الأعمال يعني أقلت لا كانت يعني لا تحصل نتيجة التراكمات، نتيجة ما خلفته الحرب، نتيجة الحرب التي لا زلنا نخوضها حتى اليوم. نعم. مع هذه الميليشيات، ولا يستبعد ان يكون لهم دوافع من قبل الميليشيات الغازيه، الميليشيات التي الحوثيه الايرانيه المدعومه ايرانيا الموجوده حاليا. نعم. ولكن سياده اللواء كما تعلم المناطق التي تخضع لدى الميليشيا لم يتم اي قطع لكابلات الانترنت، وهذا يحدث وسط المدينه. نعم. يعني مكان سيطره الشرعيه. تمام، هذه عناصر مدسوسه لهؤلاء، نتيجه فعل هؤلاء دسوا عناصر تسعى لإيجاد التخريب على أساس تشبيه صورة الشرعية، صورة الجيش، صورة السلطة المحلية لهذه الأشياء. لكننا نحن منذ تلقينا التوجيهات تحركت كل الأجهزة الأمنية المختلفة وبدأت يعني عملية إجراء التحقيق والمتابعة، وتوصلت إلى يعني بعض العناصر أو الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال، ونحن في صدد الآن متابعتهم والقبض عليهم.
إلى الآن لم يتم القبض على أي عنصر من الذين اشتبه فيهم أو من الذين قاموا بهذه العملية. حتى الآن نحن قلت لك الآن حتى الآن نحن نتابع هذه العناصر للقبض عليها، معروفة فريدات الآن عرفنا من هم الأشخاص دولة، بعد جمع الاستدلالات والكذا وأخذ أقوال الناس وتوصلنا إلى نتيجة من هم الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل، نحن الآن في صدد متابعتهم. نعم. طيب سيادة اللواء، أيضا الإنترنت الآن هل قامت السلطة المحلية بإعادة هذه الكابلات وإصلاحها أم لا زال الخلل قائم؟ الخلل هذا لا يزال قائم، مش في انقطاع جزئي يعني في منطقة محددة. نعم. طيب الآن إذا يعني من خلال متابعتكم وملاحقة لهذه العناصر، أيضا هناك أشكال كبيرة سيادة اللواء من أشكال النهب داخل مدينة تعز، هنا يطال محال تجارية، يطال صرافين، يطال إحراق محلات ربما بسبب خصومة بسيطة يأتي بعض يعني المتنفذين أو المسلحين بنهب هذه المحلات أو إحراقها. إلى متى سيستمر مسلسل يعني النهب والحرق والسلب للمواطنين في المدينة؟ قد تكون هذا الأعمال تحصل في كل بلدان العالم، ما دارك في بلد يحصل فيها حرب، لكنها أغلب الأشياء ترويج لها يعني تأخذ جانب إعلاني أكثر من حجم الحدث الموجود. نعم. ما هي كل الأحداث التي تحصل بهذه الصورة، ولا كل يوم تحدث سلب ونهب. بالتأكيد سيادة اللواء، لكن كما تعلم في النهاية هي يعني جرائم بتحدث، ويجب على عليكم أنتم في السلطة المحلية وعلى الجهات الأمنية أن تؤمن الناس حتى يأمن الناس على محلاتهم وعلى يعني استثماراتهم وعلى أموالهم. الأجهزة الأمنية تقوم بإجراءاتها بمتابعات، لدينا قضايا مئات القضايا موجودة عالقة في السجون، يعني يفعل القضاء بتحول إلى القضاء لاتخاذ إجراءاته والبت فيها. الأجهزة الأمنية تشتغل بقدر الإمكانيات الموجودة المتاحة معها، ما فيش واحد راقد. نحن في عام 2015 انعدمت الدولة تماما يا أخي، كان لا يوجد دولة في تعز، قضت على كل المؤسسات الإدارية كان ناخذ السلطة المحلية والعسكرية والأمنية وكل الجوانب. نعم. طيب الآن مع تعيين محافظ جديد إرادة أبنائها تعيد المؤسسات يا أخي. نعم. بدأت تعيد المؤسسات الآن الحمد لله، وضعنا أحسن مما كان في 2015، في بعض الإشكالات بعض الحوادث تحصل لا تم القضاء عليها، لا نضرب يد الحديد، لا نضحي مثل ما ضحينا في الجبهات لتحرير محافظة تعز، سنضحي للجبهة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار داخل المحافظة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. نعم. سيادة اللواء الآن مع تعيين محافظ جديد، هل هناك من مخصصات لدعم الجانب الأمني، إسنادكم سواء بعربات عسكرية أو الاحتياجات الأمنية من أجل يعني فرض السيطرة بشكل أوسع وأكبر في تعز؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في أمور بتتحسن أكثر، واحتمال إنه في طلبات في إمكانيات تخلق بتنزل على يعني للمدينة المحافظة. نعم. طيب أختم معك سؤال أخير سيادة اللواء، كلمتكم أنتم في الجهات الأمنية والسلطة المحلية لمن يسعون خلف إفشال كل شيء في تعز، سواء من النهب والسلب أو قطع الاتصالات أو خلق حالة من الفوضى داخل المدينة في الوقت الذي الأبطال من المقاومة الشعبية والجيش الوطني يقاتلون لتحرير المدينة من الميليشيا الانقلابية؟ يعني نحن في أجهزة الدولة مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية يعني ماشيين إلى الأمام في تحقيق استكمال بناء الدولة وقيام المؤسسات، وسيتم القضاء على كل هذه العناصر الخارجة عن القانون، مهما حاولت لن تستطيع أن تكنينا من أعمالنا. نعم. أشكرك جزيل الشكر وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري، وأعود إلى الصحفي أحمد الصهيبي. أستاذ أحمد، إذن ربما الجهات الأمنية تقوم بدورها كما قال سيادة اللواء وكيل المحافظة، وسيتم يعني ملاحقة من ارتكبوا هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة. الآن التحدي الأكبر من وجهة نظرك أحمد في تعز في ظل هذا الوضع، هناك معارك في كل الجبهات بتعز مع انتشار مثل هذه الأعمال التي تحاول أن تفشل السلطة المحلية والجهات الأمنية فيها. أحمد، التحدي الأكبر أمام السلطات الأمنية وسيكون الآن هو تنفيذ هذه الإجراءات التي تم اتخاذها والبت فيها،
بالإضافة إلى وجود حاضنة شعبية تدعم المؤسسة الأمنية والسلطات الأمنية في أحياء ومناطق مدينة سعد، تقوم هذه الانتهاكات وحالات عمليات نهب هذه الممتلكات وإتلافها وإبلاغ السلطات الأمنية حول ذلك. إذا لم تقوم الحاضنة الشعبية ويقوم السكان بواجبهم تجاه السلطات الأمنية، لن يكون هناك أي أثر رجعي نعم نعم أحمد، هل تسمعني أحمد؟ إذن يبدو فقدنا الاتصال بالصحفي أحمد الصهيبي. شكرا لكم على حسن المتابعة، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث. تقبلوا تحيا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني غدا إن شاء الله حلقة بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.